سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا مزيان بصحه جيده. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، على اللي جيم ديالكم على القناه اللي ولات كتطلع درجه درجه. هادشي كله من فضلكم، فضل الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم بزاف الناس اللي كيكتبوا كومونتيرات زوينين، اللي كياخذوا من وقتهم باش كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي، اللي كيبقاو سهرانين الليل باش كيسمعوا ليا، اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب كيقول لي كلام زوين. بزاف ديال الناس صراحه، وبزاف ديال الحوايج، وخا نبقى نشكر فيكم حتى الغدا في الصباح. ما غاديش ننسى لي لا عيالات ولا رجال ولا دراري ولا بنات. المهم شكرا لكم بزاف، اقسم بالله زعما ما عمري ظنيت غادي يكون هذا الحب ديال الناس. والناس اللي كينتقدوا ما كنتسوقش لكم، قولوا اللي بغيتوا، فالحال كيختلف من شخص الى اخر، وقولوا اللي بغيتوا ما كتهمونيش. وهضرتكم ما كتهمنيش. المهم البنات، اليوم ان شاء الله غنهضروا على عمار البيت، عمار المنازل. شكون هما عمار المنازل؟ خصنا نعرفوا بلي الله سبحانه وتعالى خلقنا حنا والجن، هما قبل منا وحنا من موراهم. فالجن معنا في كل بلاصه. نقدر انا نكون داير هذا الفيديو، هو كي جالس كيشوف فيا، كيبرقق فيا عينيه وانا ما كنشوفوش، لان هذيك العين الثالثه اولا ما عرفتش شنو كيقولوا ليها، الهاله ديالنا ما مفتوحاش، ربي ما خلاهاناش نشوفوا الجين. حيت لا شفنا العالم الجين على هيئته الحقيقيه غتجينا جلطه دماغيه او سكته قلبيه. الجين في كل بلاصه، في ويدان، في بحور، في السماء، في الارض، في الديور، في الحمام، في الكوزينه، في كل شيء، في كل شيء. وهذا الشيء مكتوب في القران. وعلاش الله سبحانه وتعالى كيوصينا باش ملي نكونوا خارجين من الدار، اولا غندخلوا للحمام، اولا غادي نمشيو لشي بلاصه، اولا غادي ناكلوا، حتى ملي كنكونوا كناكلوا ولا بزاف د الحوايج، خصنا نذكروا الله، خصنا نذكروا الله، لان الجين معنا في كل دقيقه معنا. كاين بعض النوع ديال الناس اولا البنات، الجين كي يلبسهم يعني، او كي يدخل في الجسد ديالهم كيولي لمس او عاشق، ماشي على السحر او لحد زعما سحرتك او درت لك شي حاجه. تقدر تكوني كتشوفي غير في المرايا، والمراه هي البوابه لعالم الجين. تقدر تكوني غادا غير في الزنقه، غير داخله غير الحمام، عجبك عجبتيه دخل فيك، ما غاديش يحن فيك على قولت الله اكبر. فهذا هو الجين، يعني الجين في كل بلاصه، في كل دوار، وفي كل حاجه. الناس اللي كيكون عندهم دار وكيخليوها 40 يوم خاويه، شتي خاتم ديال الذهب ولا ديال النقره، ملي كتحطيه في واحد البلاصه وكتخليه ما كتلبسيهش 40 يوم كيولي عنده الخادم ديالو، فهمتي؟ الخاتم ديالك اللي كتحيدي او السنسله كيولي عند الخادم ديالها، نقره ولا ذهب ولا اللي كان عساك دار. حنا اول مره ملي كندخلوا لشي دار كيكون عندها العمار ديالها اللي سبقونا ليها، ملي تبنات صافي دخلوا ليها. ولكن شوفي صوتو مع من غتلاقيك، يا مع جين مسلم، يا مع جين يهودي، يا مع نصراني، يا مع عاصي مسلم يهودي، مسلم عاصي او يهودي عاصي او الشيطاني. شوفي انت واش غتلاقيك الصدف ملي كتدخلي بلا موجب شرع. كتقول لك هاد السيده دخلت عليا بلا موجب شرع، دونك غنتفاهم معاها. كتلقيه عاصي مسخوط الوالدين، كيبقى يمرض لك ولادك، كتسمعي الكوزينه كيترسو فيها الماعن، الملايه كتجر عليك في الليل، الخيالات، بزاف د الحوايج، الصداع ديما عندك في الدار، الروبينيات ديما خاسرين، بحال اللي كيقولوا لك كيعطاكيوك انك تخرجي من داك الدار. او لا احتمال كبير كيقولوا لك الا لا الشريفه راك دخلتي علينا وما عطيتينا صوابنا، ما عطيتينا بخور، ما صيقتينا بالملحه والزهر، ما درتي الملحه، ما طلقتي القران، ما حتى شي حاجه، جيتي ودخلتي. كاين بعض الاحيان ملي كتدخلي لشي دار كتلقاي فيها جن مسلم متدين، ولكن هذه حاله اللي نادره. هذا الجن المسلم المتدين عند من كيكون؟ عند الناس المتدينين اللي ما كتلقوش الاغاني في الدار، اللي ما كيديروش المنكر، اللي ما كيشبعوش نميم في عباد الله،
اللي كيكون متدينين لأقصى الحدود كتلقاي عندهم هاد الجين المسلم الحقاني الرباني اللي متشدد الديانة، وما كيكونش معاهم في الجسد، كيكون عندهم في الدار. وكيكون مثلا انا غادي نسحر لشي وحده هذاك الجين المسلم بقوه، هذوك الناس ما كيطلقوا القران ومتدينين والبخور طيب والكلام طيب، ما كيخليش العوارض يدخلوا عليهم للدار، ما كيخليش الشياطين يدخلوا عليهم للدار، ما كيخليش السحر يفركتهم ويخرج عليهم ويخرب ليهم حياتهم ودارهم. كيكون ديما حارس لذاك البيت وما كيطلب منك حتى شي حاجه، وما كتعرفيش واش كاين معاك الجن في الدار ولا ما كاينش معاك. هذه وحده. كاين الناس اللي كيكونوا مبليين بحال دري صغير عادي في اللاج، عادي في العشرينات يعني، كيشرب كيكمي الشراب، كيكون في البيت ديالو جين في داك النوع، جين زهواني من الاخر. كيكون عندك جين زهواني، ما يمكنش انا مسلمه ولا هو مسلم متدين يعني كيخاف الله لاقصى الحدود، وغادي يدخل عندك انت للدار ديالك وغيبقى جالس، ما انت كتشرب هو كيشوف فيك، راه ما يمكنش، هادي راه مستحيل. بلا ما يجي شي واحد يطلع عليا بلا سروال يقول لك اش كتخربقي عاوتاني، داك الكومونتيرات ديالكم الزينين، راه مستحيل، راه ما يمكنش. عندنا الكباري وعندنا الجامع. الجامع شكون كيكون فيه؟ الجامع شنو كيكون فيه؟ الجامع كيكون فيه الجن المسلم الحق اللي كيتصنت الاحاديث النبويه، اللي كيقرا القران، الناس كيعجبهم يجلس هذاك الفقيه ديال الجامع ويبقى يقرا، ولا في صلاه الفجر الناس كيجلسوا كيبقاو يقراو القران، كاين اللي كيخرج 60 حزب في المسجد، حتى الجن كيكون تما كيدخل. ولكن الجن الشيطاني ما يمكنش، لان هذاك فيه كتاب الله وفيه الذكر، حيت هذاك جامع فيه جن مسلم بحال الانسان مسلم، قلت الله اكبر عاوتاني، بحال الانسان المسلم كيدخل الجامع باش يصلي ويقرا القران، بحال الجن المسلم. عندنا الكباري حيت نتوما ما عندكمش الهاله مفتوحه، او العين الثالثه ما عندكمش مفتوحه، يعني عادي كتشوفي البنت مع دري، دري مع دري، بنت مع بنت، الشراب والكارو. وشكون كيكون؟ كيكون جن حتى هو من داك النوع، من داك الطائفه، الشياطين والجن والشراب حتى هو الكارو كيكونوا، حيت كل حاجه عندها العمار ديالها. والجن بحال الانسان، هادشي اللي كنبغي نوصل لبنادم، والبنادم مكلخ اللي ما تيفهمش، الجن بحال الانسان، انا انسان، انا انسان وانا مسلمه وكنخاف الله، ولكن كنعصي الله في شي حوايج بحال هكاك الجن، يعني بحالنا بحالو عادي جدا. وكل حاجه عندها العمار ديالها، وكل حاجه كاين الديانات ديالها. فاحنا ملي كندخلوا واحد البلاصه او كنكونوا خارجين للزنقه، ولا كنقابلوا وجهنا في المرايه، كنحسنوا نفس ديالنا، كنحسنوا نفسنا. ملي كنكونوا داخلين ندوشوا كنحسنوا نفسنا، كنكونوا خارجين كنحسنوا نفسنا، كناكلوا كنقولوا الذكر، ديما حنا كنطلقوا القران باش كنطردوا الشياطين من البيت، لان كل بيت كيدخل ليه شيطان، كل بيت عنده الشيطان ديالو كيدخل ليه، حيت الشيطان خصو غير يجلس مع الناس يوسوس ليك، باش يوسوس ليك، باش يفرقك على حبابك وصحابك، باش يعصبك، باش ما تبقايش تصلي، باش ما تبقايش تقرا القران. نعطيكم مثال، البنت اولا الدري ملي كيتسرع باش كتحيدي ليه من داك الجني، خاص يكون الشرجم اولا الباب مفتوح. علاش؟ لان الجن ما يمكنش لي انا بحال الارواح يدخل ليك من الباب، من الباب لا، خاصو يحل الباب باش تعرفوه بحالو بحال الانسان، عاد كيدخل. فملي كتسرعي انت كتخلي واحد الشرجم محلول باش كيخرج، واحتمال كبير يرجع. على بعد البيوت كيتحسنوا، كتمشي عند واحد الروحاني، اللي روحاني اللي قوي، كتقولي عطيني تحسين البيت، وكيعطيك تحسين البيوت، البيت ديالك دارك كتحسن، الحانوت ديالك فين كتصايبي فين كتخدمي يقدر يتفتش عليك بالسحر، كتحسنيه من كل اذى ومن كل شر. فهمتوني؟ يعني كل حاجه عند العمار ديالها، وكل حاجه عندهم مواليها، كيف ما حنا تنقولوا. ملي كنكون كندخل لواحد الدار كنطلب منها التسليم، وكنقول السلام عليكم اهل المكان، كنطلقوا القران سوره البقره، كنسيقوا بالواجب ديالنا، كنبخروا بالواجب ديالنا. وكاين عمار البيت، ديك البخور عمار البيت اللي خاصك تدخلي، ما كيبغيو منك والو، ولكن كيقول لك تفكرينا،
نقي لينا الدار. خصكم تعرفوا كاين شي ديور اللي كيبقاو مسخين وخانزين، راه كيكون عندهم واحد الجن اللي كيكون حالته كيخليك الدار بحال كنقول حنا روباله، وراه ماشي روباله، راه كاينين عاوتاني نوع اخر كيخليك ديما الدار مسخه وديما الدار مرونه وديما الدار حالته وديما تنايد عندك الصداع. هنا فين كتقضي عليه؟ بالبخور. طيب اولا كاين الجن كيقول لك تفكرينا بالبخور، تفكرينا بالقران، تفكرينا بهذه. على الانسان ضروري كيطلق البخور الزوين، ضروري الانسان كيطلق القران، ضروري خاصو يبقى يصلي ويطلق القران ويقرا القران باش كيتغلب على عمار الدار الخايبين، كيحيدهم وكيخلي العمار الدار الزوينين كيخليهم تما كينا. واش فهمتوني؟ فدونك هذا هو مكان في هذا الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم، ومتنساوش الاشتراك في القناه وديروا جيم ودعمونا بالكومنتيرات ديالكم زوينين، والسلام عليكم يا احسن المتابعين.